المغرب محمود 55% زيادة في الاستثمارات الأجنبية مقارنة بعامنا، والمقيمة 2.2 مليار دولار في عام، معناها تقريبا 6500 مليار بفلوسنا أكثر شوية. أكبر ملعب في أفريقيا بدأ باش يحضر تو وانطلق التحذيرات، 92 ألف مغرب آخر نحكيه عليه. يقودها كالعادة فتحي المولدي. ماك بلوش بلوش اللي يقبل الحصة الكواليس، شي يعمل الكيف الكواليس بطلها بطبيعة الحال معروف لقرون، نحكيو عليه بعد شوية. في الأثناء يرجع لنا بعد غياب، بعد راحة بأسبوع، بعد لقد سهرية رأس العام في قطر عربي شقيق، نحب تصفيقة مراد زغيدي. كل معاليك هذه الكل ان شاء الله نكتبوا مع بعضنا عام 2023 ان شاء الله على خير، بنجاح وبصحه طيبه وبالروح المرحه اللي عندك واللي عند الشباب اللي معاك ان شاء الله يا رب. كل عام وانت حي بخير. سينو كيفاش كانت السهريه في المغرب؟ والله كانت سهريه متميزه، ما نجمش نقول حاجه اخرى، حاجه ايجابيه مش بشرط في البلاد اللي انت حكيت عليها، اما توكا رفيق الحاجه الايجابيه قال لي برشا قوانين مبدله في المغرب في الاوتيل. احنا عندنا حاجه، توك ما سلمتش عليك ما تدخلش في التور دو تابل، معناها من اداب نرحبوا به نجم النجوم الكرام محمود البارودي. بونجور رفيق، بونجور رفيق، مرحبا بكم الخير الكل. الحقيقة أنا فرحان برشا بعودة خونا وزميلة وصديقنا مراد الزبيدي، وحبيتهم كل والله بالحق، خذيت ولقيت ملا مرأة عندك وملا كذا وملا فيانا. أسمع انت ما كنتش لهنا، لبست باليدين وكلها مستور تقريبا تنكبت الجمعه اللي فاتت. يا ولد ياسر قالت مدام ميمو مش لهنا، ميمو انا غير هكا قالت مدام ميمو مش لهنا انا باش نحافظ عليه. رجع ميمو، رجعت لها الضحكه، نحب تصفيخه كبيره سونيا اليورسي. جماهيريه على السلامه الناس الكل، فرحانه برشا رجع مراد، خاصه تلم الشمل ورجع مراد. يتولك ربي يا محمود، يتولك ربي يا محمود. على كل انا عرفت واني محمود قاعد يصطاد لي ولا يصطاد لي في اماني، باش رد بالي منك. سينا حس في روحك فرحان اخي، بطبيعه بطبيعه طبعا تلم الشمل. هذه الضحكه اللي لوش فيها الجماعه اللي فاتت، هذه الضحكه. نحب تصفيقة كبيرة نرحبوا بها الفنان المطرب الملحن والنقيب السوبر ستار مقداد سيلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، مسيكم بخير. طقس عجيب وغريب شوية، الدنيا باردة يا استاذ الصباح، برشا برد ولكن المطر ان شاء الله ربي يجيب لنا غيث النافع. امين يا رب. مراد رام يكذب عليك الكل مستحمدوا الجايه نتاع حاتم بالحاج، وخاصه المنافق هذاك الكبير سي محمود. اليوم معناه عنده ثلاثه نجوم الحكايه هذيا، وقال لا والله العظيم حاتم بالحاج معناه طال ملا كلام وديما يضحك. وهذا صحيح، وهذا مراد ديما وهذا صحيح. هكا خرجت لا جاب تقولها لك لحظه مقداد، مازلت ما سلمتش عليك ما تتكلم. لو باترون قال جوستومون قال راه عنده بروجرام بوكاشيش شويه، ما اصاب حتى دخلني شويه ضحك، خاصه تو هاك تعرف. احنا نسلموا على حاتم اللي جاب حذانا الجمعه اللي فاتت، راه بيعطيني تصفيق عليه. ونرحبوا بعوده مراد الزغيدي، يلا يحضر معنا زيادة في حلقة اليوم الكرونيكور الجهبذ والعملاق ديما صاحب المركز رقم 2 في القناة زياد المكي. مرحبا بك ورحب بالناس عايشة. مرحبا والديك، مرحبا والديك، نرحبوا بخونا ميمو ملا تسمية جابها مراد وبعث لي تصاور. وانت جبن هك والرفيق كان لحد حتى سونيا في اللباس نتاعها تغيرت بالكدا بالكدا. حزار مراد حزار اخر تلبس باليدين السوريه كيف في العام الجديد هذا، انه ما تاكل كلها الكلمه لما رفيق يعطيها لك. وقال هدر في الكواليس جو ني با انكور ديسيدي كو تو فا بارلي،
دونك هذه حطها ديما اون فاكتور. بار كونتر انا تو جي ديسيدي انك تو بار دونك تفضل. يا خويا رفيق علاش نعطيك انا نعطيك اقوى سكوب. ايه ربي يا ربي مراد يا خويا بعث لي تصاوروا في المغرب ما نجموش نعديهم وقال لي حاجه قال لي يا خويا المغرب قداش متفتحين وهنا السؤال وهنا سؤال هكا هكا هنا سؤال نخليه بيني وبين مرحبا زياد. الاسبوع هذا باش نمشيو للمغرب نحكيو على المغرب اللي صارت تحتل المركز الثالث عالميا على مستوى جلب بالاستثمارات الأجنبية. نحكيه على تركيا، تدخل رجب طيب أردوغان للحد من التضخم اللي تعيشه البلاد، بريطانيا وفلسطين. أقدم أسير فلسطيني كريم يونس يغادر المعتقلات، معتقلات الكيان الصهيوني. هذا اللي استنى فيكم توسويت في الإسكالة. نبدأ بالأخبار الأخير نقيب. الإفراج على أقدم أسير فلسطيني في معتقلات الكيان الصهيوني 40 عام في الأسر مقداد. كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين 40 سنة قبع في السجن. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. يعني شوف 40 سنة والأمل وشوف الراجل كيفاش عينيه. قالت أم كلثوم وبريق يظمأ الساري له، لكن البريق في عينيه متاع الأمل ومتاع الخدمة ومتاع الانتصار ومتاع حب الوطن. حب الوطن اللي هو مش غريب على كل فلسطيني اللي مازالت لتوا الأرض متاعه مغصوبة. تسأل مين يجيبوا القوة والروح باش يكملوا مقدمة زريقة كبيرة يا رفيق ما عندكش فكرة. نضال، ناس تحب بلادها، ناس تحب الانتصار، ناس تدافع على أرض مسلوبة. ما هذا ما فيش كلام. تمنياتي القلبية لكل الأسرى الفلسطينيين اللي مازالوا قابعين في السجون إن شاء الله يخرجوا منصورين وربي ينصرهم وربي ينصر القضية الفلسطينية العادلة. أمين يا رب. أمين يا رب. المغرب محمود 55% زيادة في الاستثمارات الأجنبية مقارنة بعامنا والمقيم 2.2 مليار دولار في عام، معناها تقريبا 6500 مليار بفلوسنا أكثر شوية. أكبر ملعب في أفريقيا بدأ باش يحضر تو وانطلق التحذيرات 92 ألف مغرب آخر نحكي عليه محمود. يبدو أنه فاتونا بسنوات ضوئية، مبروك عليهم أما قلبنا يوجعنا على تونس. إيه مغرب راهو مغرب التي جي في اللي يمشي لكل المناطق بتاع المغرب، مغرب أكبر شريك طيران في إفريقيا، مغرب أكبر بنوك موجودة في إفريقيا، مغرب الاستثمارات الخارجية المباشرة اللي نحكي عليهم ليديو، وخاصة أهم الاستثمارات هي في قطاع تصنيع أدوات الطيران والأوتوموبيل مع السيارات، معناتها اللي فيهم قيمة مضافة عالية بالنسبة للمغرب. وقت اللي راو استادات بتاع المغرب احنا نحكيو على استاد جديد هذا، ولكن حتى الملاعب الموجودة اللي يزو 60 و70 ألف حقيقة حاجة من وراء الخيال اللي ما مشاش وما راش طبجة. شو صار الفرق بين المغرب وتونس اليوم؟ أغزر احنا نورمالمون مناخ ديمقراطي يجلب اكثر الاستثمارات يكون حافز اكثر للمستثمرين باش يجيو. شو اللي صنع الفرق اللي صنع الفرق اللي استقرار على المستوى السياسي. صحيح احنا فما ديمقراطيه ولكن هما عندهم استقرار، استقرار وديمقراطيه وعباد تخمم وعباد تفكر تخلي من المغرب ثالث افضل استثمارات موجوده فيها معناتها مقارنه اجابه كلاسيكيه نتاع سياسي كلاسيكي. ما الذي يصنع الفرق بين المغرب وتونس؟ ارقام ارقام سرعه القرار. كي الكاس يحبوا يتبدل غادي يتبدل وقتها، نحن هوني رخصه ومشي لقباضه وجب ارقام سينو ارقام. ربي معاك اكتب جوجل يرحم والديك. انا نعطيك حد القرار صحيح ولا هو مراد كان غادي في المغرب وقال القرار هوني باش تاخذ قرار 20000 واحد ياخذ معاك القرار. هذه اللي قال مراد الفوق حفتها من عنده وانا خاطر كان غادي. فتحي المولد تيرو لتركيا اسطنبول. تركيا الرئيس رجب طيب اردوغان يدخل على الخط للتخفيض في التضخم الكبير اللي قاعده تعيشه تركيا، الترفيع في الحد الادنى للاجور بنسبه 55% والتخفيض في اسعار الكهرباء بنسبه 16% بالنسبه للمؤسسات. هذه زياده ثالثه في عام، اكثر من 200% زياده في الاجر الادنى. معناها صحيح في تركيا فما نسبة تضخم كبيرة قياسية 84%، ولكن فما دولة تسمع في مواطنيها مزور دا كومبانيومون ترافق التضخم هذا بطبيعة الحال. معناها سمحني الأجر معناها تضربوا في ثلاثة في أقل من عام،
على أساس باش تواكب أزمة السيولة اللي عند الشعب متاعك. معناها وقت اللي الشعب يولي فالس، شعب يولي فالس، الدولة تتحرك. اليوم تتسائل إذا كان الدولة فالسة تخاف أيضا أنه الشعب يتحرك لك، تخاف أنه الشعب يتحرك. وهي رسالة مهمة للعبيد اللي تقول لك هاو شوف البلاد الفلانية إيش فيها، شوف البلاد الأشفرية. صحيح فيها تضخم يمكن أكثر من تونس، ولكن فما حكومات قاعدة تمشي في إنجازات وقرارات من الهدف بتاعها أنها تبسربي، أنها تمتص إلا التضخم الموجود في البلاد. ويقولوا معناها سمحني في الصحافة الغربية يحكيوا لأنه حاجة غير عادية تزيد أكثر من 200% في السعر في الأجر الأدنى، لأنه الانتخابات جاية يا أخويا، ماذا بينا عملوا الانتخابات وزيدوا. احنا من الانتخابات لانتخابات وما تبدل شيء. زياد عندك فقرات شارك فيهم، طلع الغنية كويز اللعبة ذاك هنا سيدو سيريو. اسمعني يا باترون، باترون هاي بيت اون تفير مراد، والله ملاحظة بتاع فرير مهم كفرير. أنا من الخبير كفرير، أنا مشيت لتركيا باش تفهم أنديس مهم. أنا ما نطبعش بي بي كيما المترو، الكلاب العربي متاح اقسم بالله الكلاب الكلاب الاتراك هكا راسه الكلب متهني وفي الشارع يدور ومزرق. اذا الكلب متهني يعني المواطن متهني، والله يا رفيق الكلب المزمر. وانت هيك متهني مواطن تونسي، مواطن تونسي متهني يا خويا رفيق، مواطن تونسي متهني، مواطن تونسي متهني يا عم سعيد. تحليل صعبت عليه التحليل سوا. هيا ورينا التحليل انت. هاي انا امواعتي لا بالحق، وانا نخرج من الحد الادنى واسمي قلت تضخم نحكيو على الكلب والبي بي شو باش يقول هو تو بالحق شو باش يقول. هاي ورينا شنو باش تقول. لا انت خذيت مؤشر مهم، والله مؤشر مهم ودليل على انه خدمه علميه على التيران وموثق. انا نحب نسالك على بريطانيا مراد. ريتشي سوناك رئيس الحكومه البريطاني اليوم فارض تدريس الرياضيات حتى لسن 18، حتى قالك مغروم بالفن مغروم بالشعب الأدبية بالأداب تقرأ رياضيات حتى عمر 18. انا ما نجمش نقيم القرار هذا وشنو النتائج نتاعو بعد سنوات. سؤالي علاش الناس اللي تجيهم غادي واللي تجي تحكم يبدا عنده نظره، يبدا عنده فيزيون، يبدا عنده حاجه تحب يطبقهم. احنا يجيو لا برامج لا نظره لا اراء لا افكار لا حتى شيء، يقعد على الكرسي ومن بعد توفى المده نتاعو يغادر الكرسي ولا شيء يتغير. اي سي رفيقه باش نفاجئك. فاجئني باش نصدمك، على خاطر غاديك ثم احزاب سياسيه، والأحزاب السياسية في بريطانيا تخدم على روحها بمشروع. بريطانيا عندها التقليد نتاع ما يسمى الشيدو كابينيت، واللي عرفها محمود البارودي اليوم حكومة الظل. 11 سنة محكومين بالأحزاب مراد. لا نعرف لا لا نحكي لك بريطانيا تشحك على تونس. يعني وقت أنت تكون في المعارضة تعمل حكومة ظل، حكومة موازية، كل وزير يبدأ يخدم ويحضر في الملفات نتاعه ويقابل في الخبراء ويقرأ في كاين وزير. علاش؟ وقت ياخذ الحكم عنده تو سويت مشروع كما قلت انت قبليك. انا ما نعرفش كان هذايا قرار باهي ولا مش باهي، اللي نعرف اللي هذايا سيتون اكسيون باش تغير الواقع يمينا شمالا، تنجح تفشل ناس تفكر. احنا منظومه التعليم اوني دون لينكسيون. الامريكان والانجليز عندهم حاجه ان كودك في الايكونومي اسمه سي او دي ان، كوست اوف دوينغ ناثينغ، ماذا يتكلف أن لا تفعل شيء. تعرفش يا سي رفيق السي او دي ان كوست اوف دوينغ ناثينغ اغلى برشا من انك تمشي في افق معين وتفشل وترجع وتبدل بعد 5 سنين وتقول يا سيدي ماناش دوله ليبراليه دوله اشتراكيه، ولا العكس اي سي ياسر مشينا في الاشتراكيه اي تو نحروا. احنا الجمود الخمول النوم وشويه شعبويه هاكا لما بوع على اخوه تجي خلطه نتاع فشل تو سامبلومون. في انتظار يجينا شكون يحكمنا ويجينا شكون يفكر ويجيب لنا افكار جديده ونمشيو في حلم ونجمو نفشلو ونرجعو بالتوالي ونعاودو نقدمو ونحاولو نحققو مشاريع في الأفكار.